بولي إبر وحكستو ثلاث نقاط خلاك قاعدو ماشاء الله وكتب أرسنال مركا أرسنال وإيمان ما يسيد لفتيد كوبي تمام سامي لاتين وحبايد كحن بلا بدل باتين بلا بيت باتين نيو بكل صراحة أنا قعدت كرأي قعد الله قبا وحن نكو بدعك تواي وعربت واحد ترى لا شيء مستحيل كرة القدم وحلا ورانا يمر لعي كرتامي ترتو وح والبوي لعي كريا فمركا إنه أغنى خبر ربا رمضان ما سيتي فهم كي كترتو نيو أنا وحن سلي هاف كهرة أيا بصدح لقال لي أرسنال إيريك هالان أو فهم كي كترا إن أغنى هاي كسر الرقم الأرقام القياسية بالي هذا رقم والبو تبي أم بي سكول والبا أم بوح والأو تاجن بس كهرة إن عرب كسر سي بي تي في بل برشدة كلن كوين عاول ودي سجايو هذا نيجي دواش نوغا هيسا ومان سيتي يو أرسنال وحال عيار يا فاينل كي بريمريشيب سيتي تشامبيون كو كره ام عيار فاينل لو عيار جري با هورتا لو عيار يا واي ددكا اكبر المتوقعين ددكا اد وحو فلانقيا ام با اكبر المتسائلين وحي سويدينيا عيارتن فاينل كا سيده با فاينل او تاي ارسنال انا وحان قبا هدي غوليستو كوب كو سي سكونيا لكن ارسنال هدي لغا غوليستو انتهت الحكايه وهي شي كذا بريميرشيب كو دمان واي ما كشن دبعود بي كوريسا شن طالب بعود لبا عيارود بي قعانت كو هيستا ما سيتي سيده ود اوغنيسدا هدان مصيبه كلا دحين دبيع بي هوغان كو هيستا وخي بو وخا كسو هريسي يادون لبدا عيارود ليسلا غان لبدا عيارود وا لعلا وخ دحي دوني الهي باو اوي ود عياريان 10 كابينيمو اي جيس افريكا اي نيمكاس ود عياريان عيار اد ود عيار عيد ولبا كو قياستي ميسان كولس ارسنال واحد مودا ان نيفت كسو دمانيسو امبي ليغو كو يرا دهيرااداي واي ارسنال تلح دبعود بينو مسي ست دحدي عيارادو دنبي لبا عيارود او واوين او اوي هي ليفربول يو ويست هام من لبا غور بي 20 كيمير رو هربا لهيد اما 10 كيمير رو هربا وحا ولا اسكل دبي ولا بدي بعد عيارتا لبا عيارود بتعادل لكن عيارتي دنبي سمتون تون او كعرريسا فرق الهبوط ان هوس ولاعدو ستح يا هل بيمرينيسي وقت ضايع يدي ادو ستح ستح بيقول لما لحظه دبعود هلكا كلمي يدو نيتشبسن دفاع ايدات كايو صليبه او كما كان تنيو عاوي فلي اتحاد هاي من كاس دعيد والبا مصيبه كلو دعده مويه ارسنال ان جلين كوره با لبد جلين كوره لغو عبايه بي دد كسو اي دد كسو شيغي عرو مكا ان ما عنده لبد معلم وحا لودن كره وا اردي يا معلم كيسي لما مركاسي معلم بيب هو عاو لا شري من كرا ما دام ان وليي كبدين بيب هوريالك مركا لغا هدلايو عاو غول مكا غاري كرا مين جيم با لا يلاحظا هورتا او دقال مسخيد بو غارديولو كو جيري Guardiola inankiisi weeye waa tilmiid wal macallin bay isku noqonayaan waa laba shaxood oo Spanish ah waa laba shaxood oo laamaysa ka soo baxay oo falsafada tiki-taka si fiican u garanaya gool kasta oo dhasha hadda dib u eegto markuu musaacidka uu ahaa in Guardiola Arteta muddo beel digi jirno Arsenal laga dhaliyo waa Arsenal fariiq al-ummi bay ahayd kooxdi u dee hooyada waxay ku soo ciyaaray bay ahayd gool uu koox de macallin kale ka dhaliyana waxba uma tareynin maanta markay soo jeheen waxa la qiyaasayaa ilaa 2015kii inaanay falay itixaad Arsenal ku badanin in aad ciyaartaas ugu adagtay Arteta ninkana wuxuu yiri tee waa koox adag waa kooxda premiership kugu fiican waa runo waytay min bidaayay ila nihaaye ilaa imka ilaa bilow ilaa dhamaad de hoggaankii haysaadaanay fiicnayn maba haysteen waxay noqon tartaa tartankii ugu adkaa ee premiership waxay u eegtaa hadii koobka laga qaado kooxdii Mourinho Brigi Real waxay u eegtaa kooxdii Pellegrini Real oo kooxdii Sarri Napoli ay Arsenal metri saadi koobka laga qaado waxay metri saa Liverpool 79 dhibcood ka intaan 79 dhibcood labadaba dhibca laga qaaday laakiin dawli leegi waa baaq ciyaaradan uu ciyaarsa laakiin Pep Guardiola oo hujumkiisu u dhameystiray Erik Haaland wata Kevin De Bruyne Jack Grealish 100 milyan li oo imka ku socdo foomaan inaba caadi ahayn tanio wax ka maqan aanay jirin difaaca sidoo ciyaaraya ninka Bayern Munich oo miya awiba sidoo baaranaya adarkaysay Real Madrid oo uu cuntamaya meel uu sii joogto ta anigu u maleeyin maay Arsenal ma haduu dacsan qaato De Bruyne mooji iyo deewo shilal waaweyn dhacaan mooyee cid walba waxay qabtaa Arsenal in labada gelin kooro lagu jimacsanayo qasab horta Arsenal de inaan wax aan guul ahayn meesha uu iman mayso walow barajaa itixaad kala bacdaaba oo aad qaali ugu yahay meesha Arsenal waxay ku dhimanaysaa oo rajadi premiership ku dhimanaysaa Arsenal oo laga badiyo natiijo kasta laga badiyo 2-1 gool iyo eber wax kasto 3 niqaad kala gaga qaado meesha waa ku tabtay Arsenal marka Arsenal uu iman mayso iyada lafteed 19 saamilay laatiin waxba idinka xun bila bedel baatin bila beej baatin gar iyo gar daraba iyadoo dhibca wax aliyaala waxay ku qaadan kareysaa u diyaarabay u imanaysa meesha hore hadaan waxba uga qaadan jirin horda hadaan uga badin jirin saddex dhibcood ama Guardiola horta ka badiya macna weyn ma sameeyayso laakiin caawa inuu ka badiya de premiership kiba ku xiran arwa marka intaas laga yimaado sid waxa wata ciyaariyahan aad weyn oo la dhaa Erling Haaland bal marka difaaca Arsenal caawa Haaland ma hor istaagi karaan ma joojin karaan
جول قبل ما كيل عالين كران يو إيريك هالان أو فهم كوتشي لين أقولنا هاي كسر الرقم الأرقام القياسية بالله هذا الرقم ول بوتشي بي أم بيسكور ول بام بوح ول أو تاجن بس ده أسرع ده بوتشي بنية لا بيا صدم جول بري ملي شيبكو هاي ده هذا أسرع يلقو قاعدة هاي مر سديد طبعا كوحات أي هان شيرين وحلقو قاعدة بالله هذا أفريق صدم أفريق صدم أنت يا رضو هني مركز هذا تنو لاف كرية مركز إيريك هالان مركز هولي نكلا لا ولا بربر نيجا يعين عيونه تينا روح بس كي تري كريم عين تسكك أبتاعه ayo ay ka arriyade way dad difaaci ka waaweyn ba joojin waayay marka idii kalena waqtigiisii ku jiray yoomkiisii ku jira de shaba gool laga celiya wax in ay habeen laga ilaaliyo waxba uma ahaanay Arsenal de gool iyo saddex ka dhaliya waa isku gumid in bal carab adiga rayahantada maadaama kubada cagta aqoon badan leedahay kuna kan maxaa loo karaa oo ku soo dhaban kara niyo bi kulli saraaha aniga oo dadka raayigooda la qaba in waxaan kubad cagtay waayo carabtu waxay talaa la shay mustahil kuratul qadam wax la oranayo ma dhici kartaa ma jirto wax walba oo dhici karaya kullu shay mutawaqqa wa easy wax kasta ina dhacaan laakiin markeenu eegno khubaro badan man city formkii ku jirto ni aan waxaan islay half ka hore ayaa saddex laga dhaliyay arsenal ciyaarta hadaan cilciliyo shan hadaan gaarsiyo saddex gaarsiyo de natiijo aad xun bay noqonaysaa amba aan reality ku saabsanay laakiin ciyaarta hadii arsenal laga badiyo saddex iyo hal ayaa laga badinaya sida ugu dhibtay